حتى بنا فوق المجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم. طبتم الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيم. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم. عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين، أين ألا يا والدي، حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ويأوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تقض على الأقذى أجفانا، وتنثني تارة تدعو مشايخها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. ويل الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا،
لم يطف حر غلي إلى السبط بارده حتى قضى في سبيل الله عطشانا لم يذبح الكيبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله ظمأنا أنا منين جتني كربل منين أنا منين جتني كربل منين لا عباس يبرالي ولا ضربونا ونشقف باليدين لكن أحرقوا الخيام على الحوراء زينب وعلى الأطفال زينب تخرج الأطفال من خيمة إلى خيمة وصلت إلى الإمام زين العابدين يا ابن رسول الله إلى أين نتوجه قال عم زينب فروا بوجوهكم إلى الصحراء الشمير والله ضمني ضربني على بتولي وشتمني لأن ما شتم زينب ولا ضرب زينب إلا بعد مقتل الحسين عليه السلام مثل هاليوم الشمير والله ضمني ضربني على بتولي وشتمني ولا انكسر قلبه ولا رحمني من الناس ما واحد حشم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صلوا على محمد وآل محمد السورة الكريمة كما ذكرنا سلفا في الليلة الماضية تطرقنا إلى نبذة منها لكن عظم المصاب عظم تلك الليلة منعتنا أن نكمل البحث سورة التكوير كما ذكرنا مقدمة وجيزة هي سورة مكية عبارة عن 29 آية وفيها مضامين تتكلم عن مقدمات القيامة وعن القيامة وذكرنا فيما سلف شرح مجموعة من الآيات بشكل مختصر جدا الذي تتكلم إذا الشمس كورت وشرحنا معنى التكوير ما هو وإذا النجوم انكدرت أيضا شرحنا الآية الثانية الآية الثالثة وإذا الجبال سيرت وشرحنا كيف تتبدل الجبال من حال إلى حال ومراحل الجبال تتسطح ولا يبقى على وجه الأرض شيئا عاليا كل شيء يتهدم ويبقى شيء واحد كما ذكرنا في الليلة الماضية وهي أرض كربلاء وقلنا على أن أرض كربلاء هي الأرض الوحيدة التي ترتفع بهيئتها إلى السماء إلى الجنان لأن قلنا كربلاء قطعة منين؟ من الجنة وأعطينا بعض الأدلة في أن كربلاء وأرض كربلاء من الجنة زين ندخل في الآية الرابعة التي هي من مقدمات القيامة من مقدماتها وإذا العشار عطلت العشار طبعا يختلفون العلماء العشار ما هو الرأي الأول قالوا
العشار هي الناقة العشراء. الناقة العشراء يعني شنو؟ يعني الناقة التي عليها 9 أو 10 أشهر. هذه العرب قبل مولانا، أنا أخواني عذرون ترى أحكي عليك يا في، لأن ما بي حيل أرفع صوتي بعد، أنا أحكي عليك يا في وأنتم انتبهوا لي جزاكم الله خير، خاطر اليوم نقدر نريح الحنجرة على قدر الاستطاع والمستطاع إن شاء الله، وباكر ناخذ راحتنا وياكم إن شاء الله. مولانا العرب قديما أكو بعض الأشياء عندهم محببة مقدسة، من جملة الأشياء المقدسة عند العرب البنين الذكور الأولاد، هسم بالآية هم يذكرها. والأمر الثاني النخل، يحبون النخل، النخلة يحبونها العرب سواء في الجاهلي أو في الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اكرموا عماتكم، فقيل يا رسول الله ما هي عماتنا؟ قال عماتكم يا هي النخلة. قال له شلون هي عمتنا؟ قال لأنها نزلت مع أبيكم آدم إلى الأرض، يعني هاي شجرة منين؟ من الجنة هاي النخلة. كانوا يقدسونها يحبونها العرب. الأمر الثالث اللي كانوا يحبون العرب كثير هي الناقة، الناقة يحبونها. تغذي البيت اللي عنده ناقة من البيوت الراقية، كانت أكثر ناقة محببة عند العرب التي لا تعوض، ما يعوضونها بأي شيء، هي ناقة عشراء. عشراء يعني شنو؟ عليها 10 أشهر. يفدي كثير أشياء لأجل هذه الناقة العشراء، يعني حامل والحمل مار عليه جد 10 أشهر. واضح مولانا؟ هذا العربي، العربي أو الأعرابي بذاك الوقت لو تعطيه ما تعطيه خاطر يعوض لك الناقة العشراء ما يعطيها. من أحب الأشياء عنده هي الناقة العشراء. هنا الآية شو تقول؟ تقول لأن هي قاعد تتكلم للعرب، نزلت في هذه الأجواء. بعد القرآن وين نزل؟ نزل في أجواء العرب ذاك الوقت، ها؟ وأيضا في أجواء مكة المكرمة. في أجواء مكة المكرمة كان الشرك سائد، واضح مولانا؟ مو مثل أجواء المدينة، أجواء المدينة السائد ياهو الإيمان والإسلام، ها؟ لكن في مكة المكرمة السائد شنو كان؟ الشرك. إخواني أنتم منتبهين لما تشوفوني لما تشوفوني؟ احكوا وياي، واضح مولانا؟ مولانا العزيز السائد في مكة المكرمة كان الشرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل شاف كل جماعة حاطين لهم صنم ويعبدونه، واضح حبيبي؟ كانوا مشركين، كانوا مشركين. ولهذا الآيات اللي تنزل في مكة المكرمة تريد آيات اللي تعدل الفكر والعقيدة من الشرك إلى الإسلام. الآيات المكية تتكلم عن الترغيب الجنة، خاطر تجذبهم من الشرك وين إلى الإسلام. تتكلم عن الترهيب النار، تتكلم عن التوحيد، تتكلم عن هالأمور هذه، واضح حبيبي؟ خاطر تجرهم. ولهذا أنتم سامعين الجماعة يقولون زيارة القبور حرام لو لا؟ ها؟ ليه زيارة القبور حرام؟ قالوا عندنا رواية من رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منعنا من زيارة القبور. صحيح النبي منعنا من زيارة القبور، لكن بشرطها وشروطها. متى منع رسول الله؟ منع رسول الله من زيارة القبور عند مجيء الإسلام في مكة المكرمة. لما أجوا في مكة المكرمة المقابر متروسة مسلمين لو مشركين؟ مشركين، ما بيها مسلم. ها؟ وأنا لما أروح إلى قبر أحد، إخواني أنا لما أروح إلى قبر أحد من باب التكريم إلى أروح له، ها؟ أنا لما أروح القبر أبوي وأزوره، القبر جدي وأزوره، قبر أمي وأزورها، قبر عزيز مثلا وأزوره، فقد كرمته بمجيئي له، لأن هذا بيته، القبر شنو؟ بيته، واضح مولانا؟ عين عدرب مثل ما أنا قاعد ببيتي أفرح من تجيني للبيت، أنت من تجيني للبيت وتزورني، أنا شنو؟ أفرح، وأنت كرمتني بمجيئك إلى بيتي، مو أنا كرمتك ضيفتك، لا، أنا واجب علي كرمك، لأن أنت اللي كرمتني، واضح مولانا شلون؟ فهذا القبر بيت، هذا بيت الوحشة، أنت لما توصل إلى صاحب القبر بالأصل شنو مولاي؟ كرمت صاحب القبر، تجي إكراما إله، واضح حبيبي؟ ولهذا أنا أزور قبر ميت فقد كرمت ذلك الميت. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الإسلام المسلمون آباءهم شنو كانوا؟ بعض المسلمين كانوا كفار مشركين، ها؟ هم صاروا مسلمين بس آباءهم الأموات شنو كانوا؟ مشركين. ولهذا رسول الله شنو؟ منعهم من زيارة القبور.
قال لا تزورون القبور. ليش لا تزورون القبور؟ لأن هذول أصحاب القبور شنو؟ مشركين. أصلا أنا ما تجي ببالي الآية، عندنا آية للأسف ما قبل المحاضرة الثانية أو الثالثة من محرم تطرقت لها أنا، واضح مولانا؟ زين، فهذه مولانا العزيز كانوا بالإضافة أن أباه مشرك، بالإضافة أن أباه مشرك، هذا كان يروح يزور أبوه، يزور أهل أقاربه. بويا ليش يزوره؟ قال آزر مشرك وإبراهيم استغفر لآزر، إيش قال له؟ سأستغفر لك ربي، صح له لا؟ قالوا هذا آزر مشرك وإبراهيم استغفر له، فإحنا كذلك أبائنا مشركين لكن نستغفر لهم ونزورهم. ها؟ النبي إيش قال؟ قال لا، نهاهم عن زيارة القبور. غيرنا كذ أول شيء أو ترك آخر شيء، مثل ذاك لا تقربوا الصلاة اللي قلت لك به، ما يصلي. ليش ما أصلي؟ قال الله يقول لا تقربوا الصلاة، أنا ما أتقرب لها ولا أصليها. زين، ما كمل البقية وأنتم سكارى، واضح مولانا؟ فلما سمعوا على أن زيارة القبور حرام عافوها كذبوا بيها. جيرب شبنا بعد مولانا بعد ما يطلع من عدل. زين، فأجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماتت مجموعة من المسلمين، صارت مقبرة للمسلمين، صارت مقبرة. كنتم تعرفون دفن المسلم في مقبرة المشركين لا يجوز، دفن المشرك في مقبرة المسلمين هم لا يجوز. فلما صارت لهم مقبرة، صارت لهم مقبرة من المسلمين، صارت الموحدهم، إيش قال النبي؟ قال المقولة المعروفة، قالهم قد نهيتكم عن زيارة القبور، قد نهيتكم، وين نهيتكم؟ بالماضي، ها؟ قد نهيتكم من زيارة القبور ألا فزوروها. هسه شنو؟ هسه ليه زوروها؟ لأن صار المقبرة شنو؟ عفيه. ألا فزوروها فإنها، اسمع اسمع، فإنها ترقق القلب وتذكر بالآخرة. زيارة القبور ترقق القلب وتذكر بالآخرة. فإذا مولانا العزيز نرجع لبحثنا، العرب آنذاك مولانا عندهم هذا العشراء، الناقة العشراء عزيزة عندهم، كلش عزيزة، ما يفارقونها. زين، الله سبحانه وتعالى يقول هل قد يوم القيامة وهول القيامة عظيم 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 عظيم، لدرجة أن الناس أحب الأشياء إليها شو يسوون بها؟ عطلت، يعني شنو؟ يعفوها، يخلونا في سبيل حالها. انتبهت شنو صار له؟ لا، ها؟ يقول وإذا العشار عطلت. زين، يعني العرب اللي يحبون الناقة العشراء، واضح مولانا؟ إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة، قاعد أتكلم مع المشركين، لما إذا جاءت يوم القيامة أحب الأشياء إليهم شنو مولانا؟ يتركوها تروح. حتى الناقة العشراء كان يصير عليها دموم، ناس تموت لجلها، ناس تموت لجل هاي الناقة العشراء، يعوفونها إذا جاءت القيامة، يعني من شدة هول القيامة. هذا المعنى الأول لي وإذا العشار عطلت. المعنى الثاني للعشار، هذا المعنى الرئيسي، هذا اللي ذكرته لك، المعنى الرئيسي، المعنى الأصلي. من تبهيري أنتم حبيبي، جزاك الله خير، جزاك الله خير، انتبهوا لي أكثر، بارك الله فيكم. هذا المعنى الرئيسي. المعنى الثاني للعشار، قالوا لا، هو السحاب الذي لا مطر فيه، السحاب الذي لا مطر فيه، هذا شو يقول؟ وإذا العشار عطلت. العشار يعني سحاب عطلت لا مطر فيه، سحاب ما بي مطر، هذا منين يجي هذا السحاب؟ ها؟ شو يقولون العلماء؟ لأن قبلها، قبل لا العشار السحاب يجي، الجبال سيرت، ها؟ انتبهتوا؟ لأن هي قبلها الآية الثالثة شنو؟ وإذا الجبال سيرت، من بعد الجبال شو يصير؟ وإذا العشار عطلت. انتبهوا لي شوية، هاي تحتاج لها شوية دقة يعني. زين، هاي الجبال إذا سيرت، هنب الله يرفعها ويدكها، هنب بيصير كالرمال العالج، صح لو لا تتذكرون البارحة؟ يصير مثل الرمال، بعدين ينصفها ربي نسفة، من يضربها تتبدل إلى غبار، هذا الغبار يصير على رؤوس الناس شنو مولانا؟ مثل السحاب، مثل السحاب غيم، لكن هذا السحاب بمطر؟ ما بمطر، هذا مو سحاب، ها؟ لكن يسوي ظل عليهم. فشي يقول القرآن؟ يقول وإذا الجبال سيرت، وتلاشت الجبال، ها؟ من أثر الجبال وتلاشي الجبال يصير عشار، عشار يعني سحاب، هذا السحاب عطلت، يعني سحاب لا مطر فيه. وضع مرانا كم رأي صار وإذا العشارة عطلت؟ اثنين.
العشار الناقل عشرة، العشار هو السحاب الذي لا مطر فيه. هذا رأيي. زين، نكمل الآية البعدة، وهذا جدا مهم إخواني، أترجاك تنتبه للآية البعدة لأن لا تأخذ خطأ مني وتروح تحكي وتقول الشيخ قال. أنا ما عندي رأي، أنا رأيي رأي العلماء والمفسرين، ما عندي من المفسرين، وأنا أذكر هذا الرأي وأذكر هذا الرأي. يقول وإذا الوحوش حشرت، هذه مهمة. الرأي الأول إذا الوحوش، الوحوش هو تعرف هذا المتوحش ما عنده رحمة بعد، وحشي أجلكم الله، يعني الحيوانات، يعني مو البشر، الحيوانات حشرت. الوحوش هذا الرأي الرئيسي، الوحوش يفترس بعضها بعضا، الوحوش واحد يخاف، واحد يهجم، واحد يخاف. إذا خليت حيوان مثلا غزال ظبي مثلا، وخليت أسد، الأسد يهجم وحش والغزال يفر. لكن إذا صارت في يوم القيامة لشدة الهول ولشدة الخوف، مو بس الإنسان خايف، حتى الحيوان هم خايف، بحيث أنه يحشر على صعيد واحد، واحد مشغول بنفسه ما يخاف من الآخر، ولا الآخر يهجم على الثاني. واضح مولانا؟ يعني يصير إذا الوحوش حشرت، الوحوش على محشر واحد كل على حاله، يعني من شدة الخوف. يعني شو بدي أقول لك؟ يعني أقول لك هذا الخوف يتغلب عليه من على الغريزة. الغريزة شنو مولانا؟ الغريزة غريزة الأسد الهجوم، غريزة الغزال الفرار من الأسد. لكن إذا أجت يوم القيامة لشدة الخوف ولشدة هول المطلع ولشدة القيامة، حتى هذا الخوف يتغلب على من؟ على الغريزة. فشوف الأسد لا يهجم، مشغول بنفسه، والغزال لا يخاف لأن مشغول بنفسه. واضح شو صار مولانا؟ يعني شدة الخوف يتغلب حتى على الغريزة، على الغرائز. زين، هذا وين تلقاها؟ هاي تلقاها في حكم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، في حكم الإمام الحجة سلام الله عليه. الرواية تقول يصطلح في حكمه الذئب والشات، فلا الذئب يفترس الشات ولا الشات يخاف من الذئب. لكن حكم الإمام مو خوف، حكم الإمام عدالة. حكم الإمام شنو؟ عدالة. بس هنا شنو؟ خوف. واضح مولانا؟ فأكو فرق. في بعض الأوقات تتقلب الأمور حتى على غرائز الحيوانات، ولا غريزة الحيوانات ما حد يقدر عليها إخواني، ترى غريزة الحيوان ما حد يقدر عليها. هذا واحد جاب له أجلكم الله بزون، قطة هرة سنور، لقيتكم قطوة تقولوا لها شو تقولوا لها؟ هاي البزون، قال أنا راح أربي هاي البزون، هاي القطة أربيها تربية حلوة. فمن بعد كم شهر رباها، توزع ماي، تجيب الماي، تدفع الماي، تدفع ماي، ملابس ملبسها وتدفع ماي، تجيب ماي هيك دفع. زين، فقال له شوف التعليم تغلب على الغريزة قدام الناس. قال له ما أنا تعبت على هذه، شايف بعض الحيوانات يربوها تربية خاصة، يطفر من النار مثلا، يسوف حركات مثل البشر، يسوف أمور عجيبة غريبة، هذا من باب التعليم. قال له التعليم تغلب على الغريزة، كان يقول للضيوف. باكر صارت دعوة خاطر يري الناس أن التعليم تغلب على الغريزة. هذا مأجى واحد من الضيوف جايب له أجلكم الله فارة. زين، البزون طلعت، هذا مترك الفارة. زين، من تركها ياهي ظهرت، ظهرت الغريزة. هذا مل ترك الأكو والماكو وورا الفار، هد يركض، هذا يركض وذاك يركض وراء. إذن الغريزة ما تقدر تتغلب عليها بسهولة. بس سبحان الله، عدالة الإمام المهدي تغلبت حتى على غرائز الحيوانات، وخوف هول المطلع، خوف القيامة، هول القيامة تغلب حتى على غريزة الوحوش. وإذا الوحوش حشرت، هذا الرأي الأول، الرأي اللي عليه العام. الرأي الثاني رأي جدا عجيب، جدا عجيب، وأكو جرجرة بين المفسرين، هذا يأيد وذاك ما يأيد. زين، وهو يقول لك أن مثل ما أن الإنسان إلى حشر، كما أن الإنسان إلى حشر، الحيوان هم إلى حشر، كما أن الإنسان إلى حساب وكتاب سؤال، كذلك الحيوان إلى حساب وكتاب. شلون هذا إلى حساب وكتاب؟ قال لأن عنده نسبة من العقل، عنده نسبة من الإدراك. الحيوان أجلكم الله
عنده نسبة من الإدراك على هذا الرأي الثاني. طبعا أكو بعض المفسرين يأيدون زين، وبعض المفسرين ما يأيدون. اللي يأيد هذا الرأي يستنتج ويستند لهذه الآية، يقول وإذا الوحوش حشرت، أن كما للإنسان حاشر للحيوان هم حاشر زين، ويطون روايات أخرى ينطون بعض الآيات. على العموم هذا حشر للحيوان وللوحوش، وعندنا حشر للإنسان، هذا رأيين بالنسبة إلى الوحوش حشرت زين. الروح للقيد السادس، من بعد الشمس والنجوم والجبال والعشار بعد شنو والوحوش يجينا، وإذا البحار سجرت، سجرت يعني أضرمت في يوم القيامة، هاي البحار شو يصير مولانا تشتعل نار. قديما العرب ما كانوا يصدقون، شلون يعني ماي ويشتعل نار؟ ما يصير ماي ويشتعل نار، ما يصير زين. فأهل مكة المكرمة والمشركون آنذاك لما نزلت الآية وإذا البحار سجرت ضحك البعض استهزاء، ضحكوا، فكانوا يجيبون الماي يستهزئون، يجيبون الماي ويخلون النار بالماي، شو يصير النار تطفى. قالوا أهذا دينك يا محمد؟ اللهم صل على محمد. أهذا دينك؟ يعني دينك قاعد يضحك على عقولنا ماي ويشتعل نار، هذا الدين كله كذب في كذب. لكن الآن ثبت هذا الشيء لو ما ثبت؟ ثبت ثابت، لأن مولانا تدرون أن الماء هسه مو محل هذا الحكي، بس الماء يتشكل من عنصرين، وهالعنصرين قابلة للاشتعال من الأكسجين، الأكسجين يعني والهيدروجين، الهيدروجين انتم تقرونها بالجيم زين، الأكسجين والهيدروجين، الأكسجين قابل للاشتعال والهيدروجين قابل للاشتعال، إذا تجمعهن سوا يتركبن هالعنصرين سوا يشكل الماي، الشربة ما يضرك، لكن إذا تفككه يصير قابل لمن؟ للاشتعال، بسرعة يشتعل. فيمكن في يوم القيامة وإذا البحار سجرت، يمكن أن بحار، أن مياه البحار ترد عليها إرهاصات قوية زين، يصير بها حركة قوية، يصير عازل بين العنصرين في الماء، تنعزل هذا العنصر عن هذا العنصر ينعزل، وإذا انعزل وتجزأ العناصر، إذا تجزأ شنو مولانا؟ تشتعل، يصير بها حالة انفجار قوي، واضح مولانا؟ فذاك الزمان ما يعرفون أن العناصر عناصر الماء زين، ما هي وكيف سببها وكيف الماء يشتعل، واضح حبيبي؟ لكن إذا فككنا العنصرين للماء نشوف أنها قابلة للاشتعال، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى يركب العنصرين ونشرب ماء، مو بس ما نحترق نستلذ بالماء، ومو بس ما نستلذ إنما لا نستغني عن الماء، واضح حبيبي؟ شوف القدرة الإلهية. ففي يوم القيامة شو يقول لك؟ إذا البحار سجرت، هذه من علائم الساعة زين. بعدين بعدها هاي الآية السادسة، الآية السابعة، وإذا النفوس زوجت، هاي كلها رد نوصل إحنا لآيتنا الأصلية، وإذا النفوس زوجت، زوجت يعني تكون زوج زوج، اثنين اثنين، مثنى مثنى، شاف شاف شاف، يعني اثنين اثنين، واضح مولانا؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا أزواجا وخلقناكم أزواجا، أزواجا يعني شنو؟ يعني اثنين اثنين، يعني من المكروهات أن يبقى الإنسان أعزبا، يبقى فردا، ما يصير يبقى فرد، أعزب، الأفضل أن يجمع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في غريزة الرجل وفي غريزة المرأة أن يكون زوجا لا أن يكون فردا، واضح مولانا؟ هذه واضح، ولهذا الله يقول وخلقناكم، ما قال فرادا، شنو؟ أزواجا. في آية ثانية يقول وخلق الزوجين، الزوجين الذكر والأنثى، ما قال خلق الذكر والأنثى، قال الزوجين. ليش قال الزوجين؟ أريد يبين لك ترى عليك بالزواج يا شاب، امرأة أو رجل، واضح مولانا؟ يقول وإذا النفوس زوجت، يوم القيامة النفوس تصير زوج زوج. شلون زوج زوج؟ شنو معنى هذا النفوس زوجت؟ المعنى الأول قالوا، المعنى الرئيسي يقول الصالحون مع الصالحين، والمسيئون مع المسيئين، والسابقون مع السابقين،
يصيرون شنو هذا؟ أزواج أزواج، أهل الخير مع أهل الخير، أهل الشر مع أهل الشر، السابقون هم مع السابقين. وين هذه مولانا؟ تقرأها في سورة الواقع، بالله ساعدني بها. بسم الله الرحمن الرحيم، عافية. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب وأصحاب المشأمة ما أصحاب والسابقون أولئك المقربون. إذن الله يجعل هؤلاء أزواج أزواج، أهل الميمنة مع أهل الميمنة، أهل المشأمة الشمال مع أهل الشمال، والسابقون السابقون مع السابقين السابقين. واضح مولانا شنو صار؟ زين، فهناش يقول، يقول وإذا النفوس زوجت. هذا رأي، هذا الرأي الأصلي. الرأي الثاني، الرأي الثاني قال لا، وإذا النفوس زوجت أي إعطاء حور العين لهم. حور العين مولانا هي بالأصل حور العين، حور العين، لأن ذو عين وسيعة وسوداء، عينها وسيعة وسوداء يسمونها حور العين. وما تخص النسوان، مو بس للنساء، حور العين مو مؤنث، لا، للذكر والأنثى تطلق. يعني الذكر عنده حور العين والأنثى عنده حور العين، واضح مولانا؟ رجل أو أنثى، واضح مولانا العزيز؟ طبعاً أزواج اللي موجودين في عالم الدنيا، الزوج والزوجة إذا كانوا من أهل الإيمان وماتا وكانا في الجنة اثنينهم، فكل زوجته معه. إذا أنا أموت وزوجتي تموت، أنا من أهل الجنة إن شاء الله، وأنتم كلكم إن شاء الله من أهل الجنة، ونسائنا أيضا من أهل الجنة. نفس المرأة التي هنا تصير هناك إلى حور العين. طبعا اللي هنا يعني تتبدل، طبعا ما تضل هيك، أي يعني مو أنت يمكن تتأذى تقول هسا شو مديها وراي، لا مو أنا، إنما تتغير في كل شيء. زين، تتغير، تكون جميلة في منظرك، واضح مولانا؟ وكذلك خاف الحكي بس على النسوان، المرأة ما تقول هسا هذا من جاي وراي، لا مولانا، هذا يتبدل، واضح مولانا؟ يتبدل الجمال، يتغير الجمال، يتغير، ما إلى وصف هذا الجمال يصير. زين، وما إلك رغبة إلا في زوجتك التي في الجنة، وهي ما إلها رغبة إلا مع زوجها الذي وين؟ في الجنة. واضح حبيبي؟ فإذا مولانا العزيز، إذا النفوس زوجت، رجل أو امرأة إذا كان في الجنة يصيرون زوج زوج، هسا إما لزوجته وزوجها مثلا، وإما لحور العين. زين، هذا إذا النفوس زوجت، هذا المعنى الثاني مولانا بالنسبة إلى النفوس. أكو بعد معاني، إن ستة، أنا ذكرت اثنين. نوصل إلى مضمون كلامنا اللي هو الكلام الرئيسي. وإذا الموؤودة سئلت، هاي الموؤودة بأي ذنب قتلت؟ الموؤودة شنو؟ الموؤودة مولانا مأخوذة من الوأد، الوأد بمعنى الدفن. زين، هذه شنو تاريخها؟ طبعا أكو قراءتين لهذه. القراءة الأولى قرأها الموؤودة، القراءة الثانية يقرأها الإمام الباقر عليه السلام، يفسرها وإذا المودة. إذن موؤودة تقرأ مودة أم تقرأ، ويمكن أن تقرأ موؤودة لكن تشير أو تشير إلى معنيين، وهذه من بلاغة القرآن ومن فصاحة القرآن. الموؤودة مولانا قديما في عرب الجاهلي، بعض قبائل العرب، أنا ما أجيب اسمها لأن خاف واحد من القبيلة وشوية يصير بباله. زين، مو هذا في اليوم كنا نقرا مقتل الحسين سلام الله عليه، اتخطر في احدى المناطق مكان، وكان تحت المنبر واحد يبكي بشده، يبكي بشده بشده، يعني بشكل مو طبيعي يبكي، كان مولانا منهار من البكاء. وصلنا الى ابي الفضل العباس ان الرجل الذي ضرب العباس بالعمود، فانا قلت رجل من فلان مثلا، هو بالكتاب كاتبين من فلان، هذا زلمتنا سكت بعد ما بكى، اي ما بكى الى ان خلصنا. انا قلت ما ادري هذا ما اتعاش ليش ساكت، ما ادري. خلصنا فنزلت قال لي شيخنا هذا اللي ضرب العباس من نفس القبيله هذه، متاكد؟ قلت له والله هذا بالكتاب كاتبين هيجي. قال انا مو من نفس القبيله. قال لي اكيد اكيد. قلت له والله حسب الكتاب. قال خلص انا متبرر من القبيله، اطلع من عندها كامل، القبيله اللي طق العباس ما اريدها بعد، عشيرتي بعد متبرر من عندها. بابا هذولي اكو ناس قوش اوادم نصروا الحسين من قبيلتك، واكو ناس هم حاربوا. لا ما قبل، ما قنع. زين، بألف يا علي بعدين قنعنا. الشاغل مولانا
صارت عبرة عندي في قلبي بعد ما أجيب اسم عشيرة وقبيلة، ظليت أخاف. مولانا العزيز، أكو بعض قبائل العرب، وهذه القبائل بعضها جزء منها مو كلها، كان عندهم عقيدة دفن البنات، يدفنون البنت، هذه البنت كانت توأد تدفن. هسه ليش توأد؟ ليش تدفن؟ أكو أسباب لوأدها ودفنها، زين؟ إيه نعم، كانوا عندهم أسباب خاصة لأنفسهم لوأد البنات. شنو تاريخها؟ ماذا جرى؟ وشنو ربط الآية إن شاء الله بآل البيت سلام الله عليهم؟ تبقى في المحاضرة الآتية إن شاء الله. جزاكم الله خير. أنا حبيت أكملها بس شفت الوقت ما يسمح أن أكملها، لأن هالليلة ليلة الحادي عشر مولانا، وليلة الغربة، وليلة الوحشة، وليلة غربة الأطفال في الليلة الماضية. في مثل هذا اليوم أصلا، مو في الليلة الماضية، كان أبو الفضل العباس حاضر معهم، كان الحسين حاضر معهم، كان علي الأكبر حاضر معهم، كانت الرجال والأنصار والأصحاب عند الحوراء زينب وعند أزواجهم وعند أولادهم. وإذا في سويعات الظهر، في سويعات قليلة، فقدوا الغالي والنفيس وفقدوا كل شيء. أكو أحداث هذه الليلة وقعت مولانا بعد حرق الخيام، من بعد قتل الحسين عليه السلام وقطع الرؤوس، هاليوم قطع الرؤوس، بعد قطع الرؤوس أمر عمر بن سعد أن تحرق الخيام، فأحرقت الخيام بأجمعها. زينب كانت تطلع الأطفال من الخيام، تدري طفل صغير مولانا عمره 3 سنين و4 سنين و5 سنين، بنات وأولاد صغار وما يعرفون، لا يعرفون الموت، لا يعرفون الحرق، لا يعرفون الخيل، لا يعرفون، ما يعرفون شيء. وإذا في مرة واحدة، في مرة، في لحظة واحدة، وإذا يشوفون خيل تركض وتسحق صدر الحسين عليه السلام، ويشوفون رؤوس مشيولة، أنت صور الموقف، أطفال صغار مثل هالأطفال هذول مولانا، أشوف مثلا شايلين رؤوس، هذا شايلين رأس أبوه، هذا شايلين رأس عمه، وهذا صعبة صعبة أخواني، وشوف الخيل تسحق، الخيل تسحق الصغير والكبير، فرس ويركض، وهذا طفل يركض، هم يركضون على الأطفال، والأطفال مرعوبين من النار، محترق الخيام، ويركضون الأطفال مولانا قدام الخيل، والخيل يجي شي يسوي مولانا، يسحق الأطفال، يسحق الأجساد، يسحق كل شيء، ويعبر عليهم يقتل الأطفال. من جملة الأطفال طفلة للحسين طلعت صغيرة، خرجت صغيرة في أذنيها قرطان تراشي يعني، أجاها عدو من الأعداء بعد حرق الخيام، أخذوا يسلبوا البنات والنساء والهاشميات والسبايا والعلويات، ظلوا يسلبوهن. فإجا هذا لعين من اللعنة، أخذ قرطها تراشيها، فخرم أذنها، ظلت الأذان تصب دم، ظل تصب دم، هذا كان يسلبها ويبكي، يبكي هذا الملعون. قالت له أتسلبني وتبكي؟ قالها ولم لا أبكي وأنا أعلم أنك بنت الحسين؟ قالت له إذا تعلم أنا بنت الحسين فلماذا تسلبني؟ قالت له، قالها إن لم أسلبك أنا، إذا أنا ما أسلبك يجي غير يسلبك، فأنا أسلبك قبل لا أحد يسلبك. فهذه سلبها قرطها، ركضت إلى البيداء بنت الحسين، ركضت إلى الصحراء بنت الحسين عليه السلام، رآها عدو من الأعداء آخر، قالت له يا رجل أريد الغري، أريد النجف، أريد النجف، ماذا تريدين؟ قالت أريد جدي أمير المؤمنين، غياث المستغيثين، ماذا تريدين بني؟ قالت أشكو لجدي أمير المؤمنين، ماذا جرى علينا منكم؟ قلها بني الغري بعيد، النجف بعيد، قلت إذا أنا عطشانة أريد شربة ماء. قلها قد ذبح الحسين، تعال دليش على المشرعة، أخذها إلى المشرعة، نزلت عند الماء، وضعت يدها في الماء ولم تشرب، كعمها أبو الفضل العباس، بني لم لا تشربين هذا الماء وأنت عطشانة؟ قالت شلون شلون أشرب وأبوي انحرم منه؟ أويلي أويلي، شوف شلون الوفاء،
ابنية صغيرها صغيرة وتذكرت أبوها يصيح أنا عطشان وحق عبد الحسين. شلون أشرب وأبوي انحرم منا يا والنيل سمع للحرم ون شلون أشرب لذيذ الماي حاشا وأهلي قضوا كلهم عطاش. الله جلست في الماء ملأ ثوبها ماء كتر ثوبها ترسبت ماي مولاي. قالها إلى أين بني؟ قال سمعت والدي ينادي العطش العطش. أريد أن أحمل الماء إلى والد الحسين دلني على والدي. أخذها إلى جسد الحسين شافت أبوها جثة بلا رأس وضعت خدها على صدر أبيها. تقل ما قليت بتضيع بعدي. هذا مو الوعد أبا يا حسينها. أنا ما قلت بتضيع بعدي والله يا غيبتي ويا نجم ساعدي. وضعت رأسها على صدر أبيها. أثار الأم يا ناس خيمة يفيع الأولاد وحريمة. افتقدتها زينب الحوراء بني فاطمة بني فاطمة. ركضت زينب وصلت إلى جسد الحسين شافت بنت الحسين عند جسد أبيها ضمتها إلى صدرها مسحت على رأسها. تقلها عمش كثر بي حلو الليالي. الأب عزيز الأب إيه والله عزيزها. إش كثر بي حلو الليالي عزيز وفرقته تصعب الوالي. الوالي على أبوي لكم قلبي أو تاه مالي بجيتك هاي وبنشدك علي. لكن زينب جن عليها الظلام هذه الليلة. الأطفال حول زينب هذا ينادي عم زينب أريد والدي وتلك تنادي أريد عمي وهذه تنادي أريد أخي. إلى أين تتوجه زينب؟ توجهت لأبيها علي بويا علي علي اللي الغور هوات وانا حرمة وغريبة ومالي أحد بيمن يا بويا القلب يضماد بالحسين هالعندي مدد وابن والد العباس مارد خلصوا هلي الله أول أحد. توجهت زينب أبيات الدعاء تقل لأبويا علي مايت بويا علي عجب الحسين مايت ويوم طاح حتى الأرض بويا مايت عاد بالسلف لا مات. اي والله عاد بالسلف لا مات ميت يفزع للسلف ما حد فزع لي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله. اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج بالفضل العباس يا الله. عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه يا الله. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
لم ترضه الأرض البسيطة منزلا حتى بناه.